طيب نربط امتلاك الثروة مع الفوائد الصحية والعلاجية للمأساة، العلاج بالمأساة، علاج الحد أكوا ثيرابي. لماذا نربط بينهما؟ لأن هذا العلاج الطبيعي يعيد هيكلة الإنسان البيولوجي والجيني والسيكولوجي في جميع جوانب الصحة، كما أسلفنا الصحة الجسدية والنفسية والعقلية والروحية. لذلك مهم جدا التماتع والالتزام بجميع التطبيقات، والالتزام بالتطبيقات الخاصة بالعلاج بالفوائد الصحية والعلاجية للمأساة وفقا للبرنامج المحدد، وفقا للنصائح والإرشادات التي نقدمها، وفقا لدرجة حرارة الماء التي حددنا بالنسبة لاستخدام الداخل، أي التناول، برنامج محدد، كمية اليوم المحدد، وفقا للعمر، طبعا درجة الحرارة أيضا وفقا للعمر، لدى الكبار 50 درجة مئوية، لدى الصغار 40 درجة مئوية، وكذا. يعني هذا كله يعني متكامل، البرنامج متكامل يتعلق بالماء الساخن والتطبيقات الصحية والعلاجية. فالبرنامج تناول الماء الساخن هو مجرد تطبيق واحد، وهو طبعا الأكثر أهمية، وكذلك اتباع بقية التطبيقات الأخرى. هذا كان مختصر. لذلك من الذي يلتزم ويواظب ويلتزم بهذه التطبيقات الصحية التي ذكرنا مرارا، كلما التزمت هذه التطبيقات كلما وجدت أن جسمك يعيد هيكلته كما خلقت، لأنك خلقت في أحسن تقويم، أي أحسن خلق، وهو الخلق الجسدي والنفسي والروحي والعقلي. هذا هو المختصر. لذلك كليهما أو الاثنين يعني متصلة بعض البعض، أي الماء الساخن، برنامج الماء الساخن، الفوائد الصحية والعلاج الماء الساخن، وبأن تكون ثري، بأن تقتنع بأنك أنت إنسان أو أنت إنسان ثري، أكثر من أن تتوقع أن تبحث عن مجرد أن امتلاك المال كجانب. هذا كما أسلفنا المال هو جانب واحد فقط والأقل أهمية. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.